السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر عايس بلوكس. مرحبا بالناس الجداد اللي تحقات القناة، مرحبا بالناس اللي تدعمني وتهديما تتفضي ميساجات دي كومنتير. شكرا لكم بزاف، وان شاء الله بحول الله بغيت نتقاسم معكم اليوم واحد منتوج عاوتاني توصلت به. خديته كما قلت لكم ديك الفيديو اللي داز، الفلوغ اللي داز، قلت لكم غادي نشري واحد ستيبلايزر باش نبقى نديرو الكاميرا، حيت كما تتعرفوا تنستعمل غير التليفون هاد الساعة، وحيت الكاميرا ثقيله بزاف، وتن من تنكون تنهزها تنصور بها، من تنكون تنصور بها تتكون ثقيله بزاف وتبقى نتزعزع، تنحاول ما نتزعزعش، ولكن تيطلع الفيديو شويه عيان، ما عنديش ما بغيتش نستعملها حتى نشري ليها شي حاجه. المهم هذه هي الكاميرا اللي عندي، وخديت ليها ستيبلايزر، هو هذا جاني في كرتونه، ها هو ان شاء الله بحول الله غادي نقوم بالفتح ديال هذه العلبه هذه ان شاء الله بحول الله. كما شاركت معكم التجربه ديال السيلفي ستيك هذا اللي تنستعمل دابا، غادي ان شاء الله نستعمل عاوتاني، غادي ندير معكم مراجعه لهذا المنتوج هذا ان شاء الله بحول الله. نتمنى يعجبكم وبقاو معايا. ها هو دابا غادي نفتحوا هاد الكرتونه هذه، تيجي في هاد الكرتونه هذه، حاولوا اسمحوا لي تنستعمل غير يد وحده حيت شاد التليفون باليد الاخرى. هو كما تشوفوا وعطاوني معاه سيلفي ستيك كما تشوفوا، واو عطاوني معاه حتى هذه ديال التليفون، انا ديجا عندي شريت هذا سيلفي ستيك اللي عندي هنايا باش نستعملو للتليفون، وزادوا لي هذه بالمجان الا بغيت نبقى ندير فيها التليفون ونديرها في هذا ستيبلايزر هذا. ها هو رائع جدا كما تشوفوا، ها هي هذيك العصا ديال الكاميرا تشدها هكا، ها هو ميزان الخيط، ميزان الماء ديالهم. سمحوا لي بزاف تنتزعزع بزاف، راه غي شاد غير بيد وحده. ها هو هذا تيستعمل باش تشد بها باش ما تخليش الكاميرا تتزعزع بزاف. كما قلت لكم هذا ديال التليفون ما غاديش نستعملو حيت انا عندي هذا سيلفي ستيك. وهذه غادي نستعملوها هنايا، غادي نحاول نحط التليفون في شي بلاصه باش نقدر نستعمل جوج يدين باش يبان لكم داكشي مزيان. سمحوا لي بزاف، عطوني واحد نقادو هاد الشيكايا، نتمنى ما طيحش، راه غير ملبق هاد الشيء وصافي. المهم فيديو عوج ولكن سمحوا لي وصافي. المهم غنحاولوا كما تتبان لكم هنا، غادي نحاولوا نلصقوا هاد العجب هذا. فايت انا دخلت اليوتيوب شفت كيفاش الطريقه ديال التركيب ديالو، داكشي علاش غادي ما غاديش ياخذ مني وقت بزاف. هادي ديما تتخليها لتحت، الناس اللي عندهم هادو راه ديجا كاينين دراري صحابي في فيسبوك في يوتيوب تيستعملوا هذا ستيبلايزر نيت، راه عندهم تجربه عليه. ومهم الا كان عندك بحال هذا ولا شي حاجه كتب لي لي كومونتير لتحت باش عطيني التجربه ديالك، حيت انا اول مره غنستعملو ان شاء الله بحول الله. عطيني التجربه ديالك كيفاش تيخلي الكاميرا، واش مزيان، واش كاينه شي نتيجه ايجابيه ولا غير شرينا. هذه تديرها في هذا المكان هذا، اسمحوا لي راه ما تنعرفش دابا واش التليفون تاعي بان هذا الشيء ولا لا. المهم غنحاول الا ما بانش هذا غنعاود فيديو اخر جديد. هذه هنا وهذه كما تشوفوا، غادي نحاول نزير هذا الفيس هذا باش ما بقاش تزعزع. كما تشوفوها هي دابا مزيان، وعندي هنا ميزان الماء كما تشوفوا هنايا باش نشوف الكاميرا، نشوف المستوى ديال الكاميرا واش مقاد ولا هاكي. كما تشوفوا هذه تتبقى تتزعزع بحال هكايا، حيت باش ما تخليش واخا الكاميرا تزعزع، واخا يديك تزعزع الكاميرا الفوق هنايا ما تتزعزعش. هكا غادي نحاولوا نشدوا الكاميرا هذه، هكا غادي نحطوها في راس محورية. صعيب شويه باش تلقى
صعيب شويه تلقى سميتو، تلقى في الاتجاه ديال اللعب. كما تشوفوا هنا سمحوا لي بزاف، المهم هذا حاولت غير نشارك معكم هذه التجربه هذه. اتفايت شرط الفيلا قلت لكم راه غادي ان شاء الله. كاينين الناس اللي تيسولوني تيقولوا لي علاش ما تستعملش الكاميرا ديالك، قلت لهم راه ما تنستعملهاش حيت تتزعزع بزاف والفيديو تيطلع شويه شيكي من داير تيتزعزع. المهم خدينا هذه البياسه هذه كما تشوفوا الى بانت لكم دابا، ومازال خصني نرجلها مزيان هكا كما تشوفوا اخوتي. دابا هي تقادات او ما دابا مزيان هكا. دابا الكاميرا ديالي غادي تكون مزيانه وغيكون شي فيديو مازال غادي مازال ما تنعرفش مزيان هذا السيبلايزر حيت يلا خديته، ولكن ان شاء الله هذه هي التجربه ديالي الاولى ليه. المهم انا درت غير كيفاش نمونطيه باش ما نطولش عليكم بزاف. غادي نحبس هذا الفيديو هذا وغادي نقول لكم شكرا بزاف سميتو، وبقاو معايا حيت اليوم شويه ما مساليش، ما عنديش نخرج برا، عندي شي حاجه ما يدار. غادي نحط هذا الشيء كامل هنايا وغادي نتسنى حتى الغدا ان شاء الله بحول الله، وغنقدر ندير فيديو اخر جديد، وغادي ندير الاختلاف بين ستيبلايزر بهذا العصا هذه، وندير عاوتاني فيديو غير شاد الكاميرا بيدي وغادي تشوفوا الاختلاف ديال بين هاد الجوج هادو. حتى الناس اللي بغاو داروا لنا الفراخ القلق، والله داروا لنا القلق. الناس اللي بغات تشري هذا السيبلايزر هذا، انا شريته ب 21 دولار. انا كما قلت لكم دائما راه هذا كنت عاوتاني بغيت نشريه في المغرب، كان تيدير راه مازال تيدير دابا. الناس راه مازال دابا هنا تيشوفوني في اليوتيوب، الدراري صحابي بزاف تنعرفهم بزاف عندهم هذا تيشريوه في المغرب، تيدير 500 درهم بحال هكا، 500 درهم 50 دولار ولا 51 دولار باش يشريو. انا شريته ب 21 دولار وصلني لهنايا في مده 3 ايام. الناس اللي بغات تشري هذا سميتو بلا ما بغيتو تشريوه ب 21 دولار غادي تهبطوا لتحت تلقاو السيت، شريوه من السيت، تيبان ليا رخيص على باش ما تشريوهش بديك 500 درهم. الناس اللي بغاو يشريو بحال هذا، اما الناس اللي متابعين اللي غادي يتفرجوا مرحبا بكم. المهم غادي نقطع هذا الفيديو هذا، شكرا لكم بزاف، نتمنى يكون عجبكم هذا السيبلايزر هذا. ان شاء الله بحول الله غدا غادي ندير به شي فيديو يكون مزيان، وغادي ندير كيفاش التصوير به ونشوف الاختلاف بين الاختلاف ديال التصوير بالكاميرا بسميتو بهذه العصا هذه وبلا سيبلايزر وبلا سيبلايزر. المهم خوتي وخواتاتي السلام عليكم، حتى الفيديو اخر جاي ان شاء الله بحول الله حتى نشرح لكم الطريقة ديال هذا كيف التصوير. والسلام عليكم وشكرا.